يعني انتهينا 3 مليون فرخ في اليوم، اقدر اذبح مليون في المجازر، حتى لو اقدر هذبحهم واديهم فين؟ كل يوم اطلع مليون فرخه من المجازر فرضا. طبعا ده مش مع يعني عندي في الشرقيه هنا لا طاقتي اقل من كده بكتير، يعني عندي مجازر 3000 كلها يا دوب 3000 في الساعه، ولو صار 10 ساعات طلعت 30000 فرخه، واكون في اكبر واحد 50000 فرخه في اليوم، يعني مش الاعداد، وعمر ما اشتغل 10 ساعات. يعني المشكله يا دكتور بتتعلق بالمجازر ولا الاستهلاك والمستهلك في مصر؟ يعني على الاقل اطمن الفرخه دي تحلل لها، تباع بقى حيه، تباع مذبوحه، ما تندبحش، تتباع هتبقى طالعه من مزرعه بتخمن عينه وجايه سهل. وطبعا عمرها قصير، يعني اول ما تطلع من مزرعه فرخه عمرها ما تيجيش اكتر من اسبوع عند البياع، عمرها ثلاث اربع ايام كتير يكون الدوره دي خلصت وجاب غيرها وجاب غيرها. فهي المشكله كلها كده بقى، ودي اللي احنا عاملينه. حتى الحمد لله عيناتنا زادت، عملنا لابوتين كبار جدا مع الزراعه، جبنا مزارعين كبار وقال لهم ربنا دواجن بقى، قعدوا هم جماعه وكل يوم عربيتين بيطلعوا يلفوا في الشرقيه على المزارع وبيجيبوا عينات، تجيب عينه قبل البيع هاخد معاك قرار بخرق المزرعه عشان احنا الوحيدين يمكن على مستوى الدوله اللي اسبوعيا بنطلع. الاسبوع اللي فات جايبين 1800 قطعه 84 ازاز، جبنا من عند واحد 1600 ازاز، اكبر مخزن هنا في الكاس. اغلب شغلنا دلوقتي عادي عن بلغات، الناس عادت يعني، ورب نشكر ونشكر اي واحد يجيب لنا مكان في مشكله واحنا ننزل الحمد لله. الحمد لله.